عليك يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنهلالك شهر مبارك وحلو. ازيك يا حاج عامل ايه؟ انا الحمد لله بنعمه، الحمد لله والشكر لله. يا عم الغيبه الطويله دي كلها. معلش يا حاج ونعم، كنت مشغوله شويه الفتره اللي فاتت، بعد ما انت عارف الدنيا تلاه. ربنا يغنيكي بحلوها ويكفيكي شر مرها. الله يخليك يا حاج، والنبي يسلم في امك، والنعمه كنت محتاجه الدعوه دي جدا. خلاص ليك عليها، كل ما جينا هنا هدعيلك دعوه زيها. بس انت بتقولي ما تطوليش الغيبه. حاضر عنيا الاثنين. بقول لك والنبي يا حاج، كنت عايزه اشربين كده بس يكونوا حلوين يعني يستحملوا معايا شويه الفتره. كل بضاعه المحل تحت امرك، كل اللي انت محتاجاه. ولا امرني يا حاج. احلى طقم طلع عندك بسرعه من عيني. لا مش ناويين نكمل كلامنا ولا ايه؟ ما انا اللي عندي قلته وانت سمحت. بس اللي عندنا انت لسه ما سمعتهوش. احلى طرح يا حاج. طب روح لاقي بقى كل اللي هجيبه. بس انا عايزه حاجه تتحمل معايا شويه، مش عايزه حاجه اي كلام. لا ما تقوليش كده اي كلام، ده ايه؟ احنا كل القماش بتاعنا بتاع بلده. دول حلوين. قولي بقى بكام دول يا حاج؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه كده هتخليني ازعل منك؟ انت جاي تشميني في محل اكل عيشي. اديك قلت اهو، محل اكل عيشك، يعني انا مش همشي من هنا غير لما ادفعك وادفع ثمن الحاجه اللي انا خدتها. يا ستي ثمنهم واصل. لا ما وصلش، وانا مش همشي غير لما ادفعهم، ولا عايزني اسيبهم اسيبهم. طب استني بس، انت مالك حاميه قوي كده ليه؟ يا ساتر يا ساتر. لا 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 ما احبش كده، ما احبش كده. خلاص تعالى يا ابني حاسب الست واعمل لها خصم 90%. ايه؟ 99%. السلام عليكم. السلام. خلي بالك قلب المحل، خلي بالك. انت مالك حدوث سلك يعني ايه؟ ده هيفصلني. بس بس ايه بتجري كده ليه؟ بقول لك ايه؟ قول يا حاج. انت عارفه انت يلزمك ايه عشان ترتاحي؟ يا سلام يا حاج، الراحه مش مكتوبه للي زينا يا حاج. انت مكتوب لك تقعدي وتستتتي وتتخدمي كمان. كلنا خدامين لقمة العيش يا حاج. سلام. استني بس، انا مش فاهم انت حاميه قوي كده ليه؟ الله الله الله، الراجل ربنا خلقه عشان لقمه العيش، والست عشان تاكلها. انت يلزمك راجل يصونك ويخاف عليكي ويحافظ عليكي ويشيل عنك الهم ده كله. يا حاج هو في حد يكره الحلال؟ بس بعيد عنك بقى، رجاله اليومين دول ما بقاش ليهم غير في حاجتين بس، الكلام والبصبصه وكوبايتين حلا بس على كورنيش النيل، ودي بقى مش سكتي خالص. طب يا ست خلاص انتهت والإناء، بلاش الحلا بس، هنخليهم كوزين دورة ولا اقول؟ ايوه كده اضحكي، ايوه كده. طيب لو لقيت الراجل اللي رايد الحلال تفتحي له الباب؟ يا سلام، هو في حد يقف في وش القسمة؟ بس ده لو القسمة هي اللي جابته الباب هيتفتح لوحده. يلا سلام عليكم. مع السلامة. ألف مليون سلامة يا حبيبي أبو سميحة. تعالوا خشوا اتفضلوا، ما تخافوش مش هخطفكم. يا عم تخطف مين؟ أنت تعرف تخطف نملة؟ خير يا عم شحاتة؟ بصوا بقى يا أساتذة، الحاج فواز طلب مني اجيبكم هنا عشان تشوفوا المخازن وتبقوا انتم مسؤولين عنها. احنا مخازن؟ مخازن يعني ايه؟ مخازن زي الناس، مخازن محتاجه امن ومحتاجه جرد ومحتاجه اداره، وتبقوا انتم المسؤولين عنها. بس احنا لسه ما اتفقناش معاه عشان نشتغل معاه ولا لا؟ والله الاوامر دي اللي جاتني ان ابلغكم بكلامه، وبعدين انتوا احرار مع بعض، انتوا ولاد عم وماليش اني اتدخل بينكم. اشمعنى يعني المخازن عايزنا نشتغل فيها؟ ما بالراحه يا عم تسوقي، الشغلانه دي محتاجه يكون ناس بيثق فيها، واظن مفيش اعرف منكم ليه تحافظوا على فلوسه. طب وشغلنا؟ شغلنا دي حاجه تظبطوها بينكم وبين بعض، ظبطوها انتوا مع بعض، انتوا حرين. ايه رايك يا عم النجم؟ يا عم انا مش عارف افكر. بقول لك ايه يا شحات؟ نعم. ايه الكرافات الرخمه دي؟ وانت مالك يا تسوقي، ده انت رخم قوي. يكيفك يا شحات، ده دمه خفيف. انا شايف ان احنا نعرض الموديلات دي. اشمعنى دول يعني؟ انت عندك حاجات احلى واغلى. القصه مش قصه اغلى يا عمنا، لا انا عايز الموديل اللي عرضه ينفع لاي واحده من اي مستوى.
من اي دولة باي لهجة باي حاجة، المهم ما يبقاش محلي، ما يبقاش بس لمصر. يعني انا خليت البنت هناك تدور لي على النت وجابت لي موديلات من الدول اللي مشاركة معانا من عرض بس بحاجات تانية، ووصلت للنتيجة دي. يا ابني ليه يا حاج؟ دي فكرة ذكية جدا. ما يتخافش عليك يا ابن الصياد. ابن الوز عوام، يا وز انت يا عتقي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي حياتك؟ طمني. كله تمام يا حاج، انا خدتهم ورحت واتكلمت معاهم زي ما قلت لي بالنص. وهم قالوا لك ايه؟ هم اتخذوا شوية واتخضوا شوية وفي الاخر سكتوا. دول ولاد عمك مش كده؟ هم يا حاج هم يعني قعدت اخد ودي مع نفسي كده، قلت ممكن الشغل يقربنا لبعض. واشمعنى بقى حكايه المخازن دي؟ خدتها من على لساني يا عم الحاج. هما كمان سالوا نفس السؤال. يعني شغلانه ما امنش عليها حد برانا، وانت مشغول يا حاج في المحلات والطلبيات. هو ده الكلام انا قلت له يا حاج. مش ده اللي في دماغك يا ابن منى؟ بابا بقيت خطر قوي يا حاج، خطر قوي يا وز. انت كمان بقيت ابن سوق قوي يا حاج، ابن سوق قوي يا ابن الوز. انت انا هتعلق فيك، عايز افهم حلاوتك يا بابا، حلاوتك يا بابا. يا شهادة تعالى اتفرج معانا يا شهادة. الله بخش يا راجل، ملك عامل زي جوز الغنك الثلاث. يا شهادة خدت في وشك كده وخرجت من غير ما اسلم على امي ولا اخواتي. جرى يا سعاد،